عم سيد طول عمره حلواني، له اسم في حلوان، من كتر ما الحاجة بتعجب بيروح له ناس من كل مكان، كنافة بلدي وقطايف، جلاش، رقاق أو سمبوس، كل اللي نفسك فيه تلاقيه، لو حتى عايز بسبوس. ومراته الست أم محمد بتساعده وهي واخدة بإيده، واللي وراه ست بيكبر وربي من فضله يزيد. صباح الخير. صباح الخير يا استاذة. ازيك يا عم سيد؟ كل سنة وانت طيب. الله يكرمك. كل سنة طيبة يا عم. أشهر من نار على العالم هنا في حلوان. الله يخليك. اتفضل يا عم سيد. اتفضل يا عم سيد. عاملة إيه؟ أنا كويس. بخير والله الحمد لله. أنا كويس. كل سنة طيبة. وأنت بألف صحة وسلامة. أمورينا. شادر الجميل بتاعكوا ده. بيخرج إيه بقى؟ بتعملوا فيه إيه يا عم؟ بنعمل فيه كنافة بلدي. كنافة بلدي. بنعمل كنافة آلي. وبنعمل اللهم صل على النبي قطايف. وعندنا بقى جلاش وسمبوسة وبسبوسة وحاجة الحلويات بتاع كل رمضان. كل الحاجات دي في رمضان. كل الحاجات دي في رمضان. طب وفي غير رمضان تعمل ايه؟ في غير رمضان شغالين طباخين. بتطبخ؟ تطبخ ايه بقى؟ الافراح. لا كيترينج. تعمل الاكل اللي هينزل في الفرح. زي ايه مثلا؟ طبيخ ايه؟ اي طبيخ اللي بيطلبه الزبون او اللي بيطلبه العميل اللي بيجي. تعمل اوزي صغير مثلا ولا صعب ده؟ لا انا بعمل كل حاجه. تعمل محاشي؟ بنعمل محاشي. بنعمل حلويات. ولو جلاشات بقى؟ جلاشات. كل حاجه. مثلا ممكن حد يكلمك في التليفون ويقول عندي عزومه، عندي كذا، عندي كذا. طب هايل يا عم سعيد. ده بيزنس. انا عاجبني المشروع ده. ونقلب رمضان في رمضان. ونقلب رمضان في رمضان عشان نفرح في الناس. في الكريسماس وفي راس السنه موسمي. عشان نفرح الناس. تطوع. هو ما هو الاكل بيفرح يا عم سعيد. لا الموسم بتاع رمضان غير استعدادات الموسم هي اللي لذيذه. ماشي. فالحاجات دي مبهجه. كل سنه وانت طيبه. انت بقالك كام سنة في المحل ده يا عم سيد؟ أنا بقالي 15 سنة هنا. وقبل كده المكان كان بتاع مين يا عم سيد؟ لا المكان ده ما كانش حد بيفتح هنا. أنت جيت هنا من 15 سنة؟ أنا جيت هنا من 15 سنة بفتح هنا، قبل كده كنت شغال مع والدي وكنا بنشتغل أيام الفرن الطينة اللي بيتبني بالطينة ده، الفرن البلدي بيتبني بالطينة وبواجير جاز. الوقت اتطورنا بقى عملنا ده عشان ننقله كده ننقله كده. أيوه التاني كان ثابت في مطرحه. ثابت مكانه صح. طب انت قبل كده بتقولي كنت شغال مع والدك، كنت شغال مع والدك فين؟ كنافه. في حي ايه؟ في الفيوم. انت اصلا من الفيوم؟ اساسا من الفيوم. انا شهرتي في حلوان سيد الفيومي. سيد الفيوم. وامتى نزحت للقاهره يا عم سيد؟ لا نزحت للقاهره من 35 سنه كده، 32 سنه. ياه. ايه اللي خلاك تحس ان لا جيت وانا لسه صغير؟ قبل ما تتجوز يعني؟ وبعدين ربنا كرمك هنا ابو محمد. ام محمد بنت عمي. ومين تاني من ولادك واقفين معاك يا عم سيد؟ هو ولادي الثلاثة. اساميهم ايه ولاد؟ محمد وعبده ومصطفى. ما عندكش بنات يا عم سيد؟ لا ما عندكش. معايا مكة بنت ابني. حلوة قوي. جميلة. جابوا لك بنات. عم سيد انت مشهور في الحتة اكتر برمضان بالكنافة والقطايف وكده، ولا مشهور اكتر بالطبيخ وبالحفلات وباللي بتاع؟ بالنسبة لمنطقة المساكن انا مشهور بالكنافة. بالكنافة. في شهر رمضان. انت كنفاني اصلا. بفتح في شهر رمضان كل سنة. عم سيد وانت في الفيوم شغلت كذا سنة في الفيوم مع والدك قبل ما تيجي هنا. كنت بتحب هناك اكتر، ايه الفرق بين هناك؟ والله هو الجو الارياف حلو برضه مش وحش. والدي جدي اللي هو ابو ابويا برضه كان شغال في المهنة دي. يعني انت كمان جدك كان كنفاني في الفيوم برضه. وكان مشهور هناك في الفيوم بالشيخ حسين بتاع الطعمية. كان بيقلي بقى طعميه في غير الموسم بقى. في غير الموسم فول وطعميه وكده. مين علمك يا عم سيد؟ مين علمك الصنعه؟ والدي. علمك ازاي غير ان هو الكنافه بتعمل؟ كنت بطلع معاه. ما علمكش اخلاقيات المهنه؟ يعني مش بس دقيق قد ايه وميه قد ايه وملح قد ايه؟ تتعامل الناس ازاي؟ لا لازم نعامل الناس كويس، اهم حاجه ان الواحد يعامل الناس كويس. والدك كان بشوش كده زيك ولا كان كده؟ وكان شبهي برضه كده. شبهك ها؟ انت شكلك قديم يا عم، يعني شكلك موديل طراز افلام كده. الله يبارك لك. والله عم سيد هتعرفني بكل افراد العائله اللي قاعدين بيشتغلوا؟ مفيش مشكله. يلا عم اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير. ازيك؟ الله يخليك يا استاذ. انت في المنيا فاتح برضه كنفاني كده اهوت؟
فاتح في رمضان لكن انا في الاساس طباخ. طباخ. طباخ زي عم سيد برضه. طباخه فرحة. بس طباخ فين؟ يعني لما حد يبقى عنده عزومه تروح تطبخ عنده؟ فرح ولا عنده فرح، عنده عيد ميلاد، عنده سبو، عنده مثلا عقيقه، حاجات زي كده. مشهور بايه عم ناجي غير الكنافه؟ مشهور باصناف ايه طبيخ؟ انا عندي محل حلويات. ايه؟ عندي محل حلويات. بتعمل حلويات؟ بعمل حلويات. يعني انت سمعت عن الكنافه بقى اللي بالمانجا والكنافه اللي بالبسكوت كل حاجه. طب وايه رايك في الحاجات دي يا عم سيد؟ جميل. انا بحب الكنافه بتاعت ربنا كده، تبقى بالقشطه، تبقى بالمكسرات، طبيعي. اي حاجه طبيعيه. طب وش معنى الكنافه البلدي يا عم ناجي اللي انت متخصص فيها؟ ايه الفرق بين دي مثلا والكنافه الالي اللي عم سيد شغال عليها؟ عشان احنا لما اشتغلنا على البلد الاول. ها. وانا طبعا ما عنديش مكان هناك في الصعيد. يعني في الصعيد كله بيشتغل. كله بيشتغل بده بس بالطينه بقى زي زمان بعين. في الفرن الثابت اللي مش الفرن متحرك. الثابت اللي هو بيتبنى بالطينه ومعمول له الصينيه بتاعته وتمام وبتشتغل عليه كل سنه. حاسس في اي فرق بين الصاج ده والتاني؟ بيسوي اسرع ده ولا التاني؟ والله هو كله بيسوي. على رايك. انا اشتغلت من ايام الفرن ابو بوص، كنا بنحط كده عبش وبنشتغل. كده انا شفته ده برضه. ما كناش شغالين بالحاجات دي وفلا، وبعديها بعد ما اتطور شويه بقت نجيب الغاز اللي هو ابو كباس ده وبنشتغل عليه، وبعديها تاني رحنا اشتغلنا على اتمدن شويه. ده شغال بانبوبه؟ على انبوبه. ده شغال بانبوبه. طب والخلطه اللي جوه دي عم ناجي ايه جواها؟ ولا اي حاجه، دي عجينه وميه بس. ما فيش ملح حتى؟ لا لا ولا اي حاجه. عجينه وميه. عشان كده صحيه وعشان كده طبيعي. عشان كده صحيه وطبيعيه. دي ما فيهاش. انت شكلك غاويها البلدي دي. طبعا. طب وريني كده، انا شفت كذا مره، بس ايه الفرق بقى بين الصنايعي الشاطر والصنايعي الخايب في الصنعه بتاعتك؟ والله يعني انا حاسه لو مسكت كوز هطلع بسيسه مش هطلع كده. القصه كلها في ظبطه ايدك وانت ماسكه الكوز ولفت ايدك وكده بس، لكن هو كله بيشتغل وكله بيطلع كنافه كويسه لما يتعلم يعني. انا عايزه ابقى اجرب. ماشي. بس احكي لي الاول على اولادك ومراتك، يعني انت سايبهم في المنيا هم قايمين بالشادر ده عندكم؟ وما هماش محتاجينك عشان الاحتياج على قدهم طبعا ما يقدروا يتفشوا. الراجل في البيت ضروري من احتياجه، بس الحياه صعبه هنعمل ايه طيب؟ ما احنا انت بندور. انت جاي اعاره حلوان هنا. بطلع مثلا قرش من هنا وهي تطلع قرش من هناك عشان نساعد يعني الحياه. يعني مراتك واقفه في كتفك صح؟ واقفه مكاني برضه هناك وساده وتمام. انت امير الامراء يا عم ناجي. الله يخليك يا ابو، انت اللي امير. اجيلك في المكان اللي انت فيه ده تحاول تخليني امسك الكوز واعمل حاجه؟ ولو بوظتها ما تزعلش مني او لا حتى. انت تعالي بوظ براحتك بس هتبهدلي نفسك. مش مهم بس هبوظ مره. خلاص تعالي بدل مش مهم. بس عندي حب استطلاع رهيب يعني. عايزه اشوف. هلف لك. اتفضلي. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حوطي ايدك. لا وطي كده اكتر؟ وطي شويه، وطي شويه كمان. ايوه طلع جميله معاك اهي. اللهم صل على النبي. كان فنجي كان فنجي. اعيد تاني يا عم نادي عليها ولا لا؟ بس خلاص خلاص حلو قوي كده. كده يا عم حي الله. خلاص يا جماعه، هي كل ما بتعلي ايدك لفوق على فكره كل ما بتمجط منها. طيب استنوا بقى عشان هنلمها. لم هلم؟ لم بس لم لم. ايوه تمام. الله ينور. شله مشلشله اهي. لا كنفنجي كنفنجي مش كده؟ اهي ده في البايظ. ارتبط شهر رمضان الكريم بالكنافة واللي بيرجع تاريخها للعصر الفاطمي، لما خرجوا الأهالي يستقبلوا المعز لدين الله في رمضان وقدموا له الكنافة كمظهر من مظاهر التكريم. اتطورت صناعة الكنافة من وقت ما اتعرفت لحد ما بقت مهنة وليها أصولها، فكانت الأول نوع واحد من الكنافة البلدي بتتعمل بالطريقة اليدوية القديمة من خلال قمع بيخرج منه العجين على صاج مسطح متسخن بالنار أو الحطب. ولحد النهاردة معظم المحلات بتشتغل في الكنافة البلدي جنب الكنافة الآلي. أما القطايف بقى فبترجع للعصر المملوكي لما واحد حلواني وقتها عمل فطيرة محشية بالمكسرات وقدمها بشكل جميل متزوق، ومن هنا وصلنا لاسمها الحالي القطايف. اهلا اهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا ست محمد؟ الله يبارك لك. كل سنه وحضرتك طيبه. قاعده بتسلي صيامك في السخونيه دي؟ هو بقى رزقنا واكل عيشنا. صعب الشغل على الافران وانتوا صايمين.
لا والله ربنا هو المستعان، ربنا بيعيننا والحمد لله. بقالك كم سنه بتشتغلي الشغلانه دي؟ انا كده بقالي بتاع 25 سنه. 25 سنه بتعملي قطايف؟ اه هو موسم رمضان بس. تعملوش قطايف في غير رمضان؟ لا ولا كنافه ولا قطايف في غير رمضان، هو رمضان بس. وغير كده بتشتغلي بقى معاهم في الطبيخ اللي بيطبخوه؟ لا 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 لا. اشتغلي يعني انت بتشتغلي الشهر ده في السنه؟ آه. غير كده بتبقي في البيت؟ اه في البيت بقى. احكي لي بقى، انا اول ما جيت هنا المفروض ان في حد بيلقف منك الكلام ده ويفرده عشان ما يلزقش، صح؟ هم بيفرطوه مش يلقفوه، وانا بحذفه كده هم يفرطوه. هم بقى بيفردوه على البتاع دي عشان يبرد؟ عشان هي سخنه بتلزق في بعضيها. طب وليه ليه مخرمه كده يا ستم؟ ما هي القطايف الحلوه، هي دي سر الصنعه يعني. القطايف الحلوه تبقى مخرمه عشان بعد ما تتقلن اللي يرموها في العسل تشرب العسل، تشرب الشربات بتاع العسل يعني هشاشه بقى. تشرب بقى العسل دي بقى. بتعمليها ازاي في العجينه بقى؟ تحطي ال بحط خميره، ببقى مبيته خميره من قبلها بيوم. يعني دي لازم تبات؟ لا مش العجينه كلها، الخميره بس. ببقى مربيه حته خميره بشويه عجينه وبيتهم، وحاطه بقى ايه عليها من ده على ده من ده على اروح عجنه بقى، العجنه بتاع النهارده واروح حاطه عليها شويه وشويه كربونات. والوصفه دي عباره عن ايه؟ العجينه يعني؟ هي دقيق معجون وحته الخميره اللي بايته على شويه كربونات وبس. بيكربوناته ده اللي ينفش بقى سن الكربونات صغيره يعني. ممكن العجنه دي كلها المجور ده احط كده حبه كربونات بس. في رمضان بتبقوا في حته تانيه غير الحته الاولانيه؟ احنا هنا في رمضان. ايوه بس غير رمضان المسكن ده مش دايما، مش ده اللي انتوا بتبقوا قاعدين. انتوا هنا قاعدين جنب حل. الدكان. انا قاعدين عشان الدكان. وانت بتباتي فين؟ ببات عند اختي تحت او شقه والدتي الله يرحمها في عرغونيم تحت، اللي هي الحته اللي انتوا منها اصلا. لا احنا انا اساسا كنا قاعدين متجوزه في عرغونيم، بس لما قعدنا في بنينا في كف العيل ونقلنا في كف العيل. عشان الحته دي بعيد شويه. لا كف العيل؟ اه بنركب كف العيل ب4 جنيه اسمها البراوي. بنحاول. لكن طول رمضان كانكم هاجرين. بقى مجرنا بقول لحضرتك بيزعلوا جدا ان احنا بنسيبهم طول الشهر، عارفه واحنا جايين كده مسافرين يقعدوا يبصوا فينا واتوحشونا وكده. لا انت يا ست جميله جدا. جدا الله يعزك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. هاي عم سعيد. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا عم سعيد؟ عامل ايه؟ المكنه بقى العملاقه دي انت حاسس ان هي بتطلع كنافه احلى من دي؟ لا هي دي كنافه ودي كنافه بس دي مختلف. طعم احسن. انت حاسس دي طعمها احسن؟ مع ان ما فيهاش سمنه وبتقولي دي فيها سمنه. دي فيها سمنه. سمنه وايه؟ وملح ودقيق وميه. سمنه وملح ودقيق وميه. وبنديها مثلا ايه يعني نص معلقه كده ملح صيني. ملح صيني؟ يختلف عن الملح العادي ده؟ ملح صيني عشان الطعم. يدي طعم. يدي طعم احلى. هو اللي بياخد من عندي مثلا يجي يقول لي ايه الكنافه بتاعتك لها طعم تاني. هو ده الملح الصيني اللي بيدي فرق الطعم. هو ده اللي مدي لك الاحساس. بس انت لما تاخد في بيتك تاخد من دي ولا تاخد من دي؟ لا باخد من دي. تاخد من دي. وينفع تنفع صواني وتنفع كل حاجه. كل حاجه بتعمل صينيه بتعمل وممكن تلفيها صوابع. بس الاغلبيه عندنا بنعملها بسمنه وسكر ولبن. سمنه وسكر ولبن. حلوه برضه. حمرها بسمنه بلدي، حط عليها السكر، حط عليها لبن. حلوه قوي دي. جميله طبعا. ما تقدريش تخلصي طبق. طبعا تقيله تمام. لكن دي تشتغل يعني تشتغل كام ساعه في النهار البتاعه دي يا عم سعيد؟ ممكن تشتغل مثلا العجنه بتاخد 3 ساعات او ساعتين ونص. العجنه لا العجنه كلها العجنه هي في العجانه. تاخد 3 ساعات. تشتغل عليها 3 ساعات او ساعتين ونص. في مكان اكبر من كده بس ده الحجم الطبيعي. ده حجم كويس عشان المكان عندي محدود. بس انا دلوقتي انا عجباني الصنعه بالايد دي احلى من دي. من دي؟ بص شكلها ايه، ارفعها كده يا عم سيد، شكلها زي الشعر، زي الحلاوه الشعر. حلوه برضه. كل سنه وانت طيب يا عم سيد. هي كلها مبهجه جدا. الله يبارك. كلها مبهجه. تعالى بقى يا عم سيد ايه، نقعد تاني قعدتنا الحلوه واعمل لك مفاجاه. مفاجأة حلوة. تعال تعال. دي جولة في عالم المخبوزات الرمضانية. كل سنة وحضرتك طيبة. انت بألف صحة وسلامة. الله يكرمك. فأنت بقى أيام الموسم تقوم جايب كل الناس اللي جاي من المنيا واللي جاي من الفيوم واللي جاي من كل حتة عشان يحضروا للموسم. طبعًا. يجوا قبلها بقد إيه يا عم سيد؟ يعني ممكن قبلها بيومين كده ثلاثة. أنا ببدأ أجهز العدة تكون قبلها. تكون أنت شاري بقى. ببقى مجهز العده قبلها مثلا ب 10 ايام 15 يوم واظبط حالي، واللي شغال معايا اللي من بعيد بيجي قبلها بيومين.
تشتري ايه بقى للموسم؟ يعني ايه احتياجاتك في الموسم؟ هو الدقيق تحضر من قبل إيه؟ بتجيبه منين؟ من عند تاجر من هنا. تاجر جمله بقى؟ اه تاجر جمله. يعني انت قد ايه عيشك نص الشهر مثلا؟ تشتري اسبوع باسبوع مثلا؟ لا هو كل كام يوم كده بجيب كميه، خلصت برن عليه بيجيب لي تاني. يعني مثلا ممكن ارن عليه اول رمضان اقول له عايز استنى دقيق 20 شكاره، بيجيبها ينزلها ده من المحل، بعديها بكام يوم ارن عليه انا عايز 2 40 كده يعني. طبعا مسيد بص بقى اتفضلي. احنا زي ما انت فرجتنا على كل حاجه كده حلوه، احنا عايزين نديلك هديه تفتكرنا بيها. انا ببص لساره، انتوا جيتكم هنا هديه صح؟ اه لا عايزين نفرحك، مش انت الله يبارك الشغل بتاعك بتاعت ان الناس تفرح وان الله يبارك. كل سنه وحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه وانت بالف صحه وسلام. بص زميلتنا الفنانه ساره عملت لك بورتريه اهي، مطلعاك شياكه اهو. حلوه يا عم سيد، عجبك؟ جميله ولا ما عجبكش؟ لا جميله جميله والله. رمضان ده شهر كريم دايما، باب رزق مفتوح 30 يوم، وكلنا فيه نتمنى اللمة دي والبركة تدوم. تلقى الزباين فيه واقفين على المحلات بالطوابير، في كل بيت شيوي شويات، وفي محبة وفضل وخير. اسعى انت بس عشان رزقك، ربك كريم ما قفلش الباب، وعشان كريم دايما يرزق اللي بياخد بالأسباب.